فضيلة الشيخ محمد صالح الأسواني. ألف مبروك. محمد صالح. أنت بتنزل جدي وجدي جدي. الشيخ محمد محمود صالح الأسواني ده أنا فضلت سنين أردده. أولا الحمد لله على السلامة وألف مبروك. الله يسلمك سيدي. وسمعنا لحضرتك ذهبت إلى المستشفى في وعكة صحية ألم بيك. فممكن بس أنا ما لحقتش أجي لك المستشفى النهاردة عشان أنا عرفت متأخرا. فممكن تطمنا بس. لا هو عموما طبعا كملني لسه خارج جديد ومش واخد على الشوارع أو مش واخد على الحاجات دي. فحصل لي إن ارتفع ضغط عندي فجأة نزل. أنا بنام بدري عادة. فالأهلي فرحانين بينا ومش عايزين يسيبونا والأصدقاء. وبعدين يوم عمل الشيخ زي ما أنت عارف الصبح مش عارف فين وبعد الظهر فين. فشويه الحاجات دي على بعضها رفعت الضغط عندي. فبارتفاع الضغط عندي راح جالي الازمه اللي كان بيجي لي كل مره بس دي ازمه قلبيه. فجزا الله خير اختي على طول اتصلت بال ام مروه. اخت مروه اتصلت بالناس وجزاهم الله خيرا وقالوا لي مستشفى اسمها مستشفى الفاروق. الفاروق بالمعادي. حقيقه يعني قمه في النظام. قمة في الأدب وقمة. حتى الناس العاملة هناك محترمة جدا 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 وحتى المعاملة كانت ممتازة جدا. والأطباء بيهتموا. أول مرة أحس الأطباء بيكشفوا على مريض وبيهتموا بالمريض. وأقول إيه بقى التحاليل بقى وبلاوي السجون القديمة. أول التحاليل والسونار والحاجات دي كلها. فالنهاردة إيه شعرت إن أنا كويس. فانتظرت الدكتور اللي هو مدير المستشفى بيمر علينا. قلت له يا دكتور مش معقوله كده هبقى 31 سنه في السجن تيجي تحبس ده عندك كمان. فالراجل ايه يعني ضحك وانبسط. وبعدين قال لي ايه عايز يا شيخ محمد؟ قلت له مش ضغط نزل عاجزني ليه؟ قال لي انا هخرجك بشرط واحد بعد بكره تكون عندي في العياده. بحيث متابعه يعني. وتابع الحاله بتاعته. قلت له ماشي وعد مني. هكون عندك ان شاء الله تعالى في العيادة وباذن الله تعالى. انا الكتاب اللي ممكن اخرج. واشتريت الادويه من الصيدليه وجيت على هنا الحمد لله رب العالمين. في بقى برنامج معين دكتور قال لك عليه بحيث تمشي؟ اوكي برنامج علاجي. علاج للضغط كذا وعلاج للسكر كذا وحاجات من هذا القبيل يعني. طيب بقى لك كم يوم حضرتك في الحريه؟ انا خرجت يوم النهارده. ايه الليل النهارده؟ يوم الثلاثاء. الثلاثاء كويس. انا خرجت يوم الجمعه. 26 انا خرجت الجمعه 7. مش الجمعه اللي فاتت، الجمعه اللي قبليها. تمام. يوم 14 رمضان ليله النص شعبان. 14 تمام. ليله النص من شعبان. انا بسال السؤال دوت عشان تقول لي بقى يعني انت بقالك ما يقرب من 15 يوم الحاله من 30 سنه الى الان ايه اللي اتغير في مصر؟ يعني انا حاسس يعني حاسس ان الناس اتغيرت خالص. صحيح السلوكيات اللي كانت على ايامنا كانت غير دلوقتي. كلمه اتفضل وحاضر وبعد اذنك واستريح اختفت تماما. مش شايف يعني. انا اذكر كنت رايح شقه والدي جنب مننا في الزيتون هنا. مش لاقي عربيه اركبها خالص. وبعدين قلنا طب هنركب ايه؟ لا عارفين نركب مترو ولا عربيه ولا تاكسي كلها مقفوله. ما فيش غير الناحيه التانيه كده لقينا اتوبيس. طب قلنا ميني باص ده مش عارف ايه هو دوت. فبقول لاختي بتاعنا بيقولوا عندنا. قالت لي بس هتركب ازاي وزحمه كده؟ قلت لها مالكيش دعوه. فالبتاع مجرد ما وقف سبحان الله العظيم فوجئنا يعني دي حاجه غير طبعا. حاجه غير اللي شفته خالص. لقيت الكمساري بينزل. الكمساري نفسه بينزل ومنع الركاب انها تركب لغايه ما اطلع عنه. فطلعت العربيه وخلاهم يركبوا على كده. ومش ما اكتفاش بكده كمان. بص كده في وسط الناس فلاقي واحد شاب كده شويه قال له لو سمحت. قال انا مش نازل هنا. قال له تنزل هنا مش نازل تدفع اجر قد ايه؟ خد فلوسك وانزل. يعني سبحان الله انا ذهلت. الشاب يعني المفروض انه يكون ايه؟ يعني اكثر حماسه. فالراجل الكبير اللي بيقول له
ولقيت بيقول اتفضل يا استاذ. فانا كنت مستغرب خالص ايه اللي بيحصل ده. يعني انتوا في لسه دلوقتي ناس كده من ايام زمان يطلعني ويقعد على الكرسي واقوم لي واحد وانا نازل بقى عايز اطلع عند الدرجه الاولى مكان النزول. قلت لا استنى. هو راح كلم السواق السواق وقف على المحطه ونزلني من مكان صعود الركاب. قال له هتركبه هتركبه. وراح منزلني من المكان ده. والله قعدت ادعيله هتقول سبحان الله راجل من زمان ما شفتش حاجه زي كده. ده بتكلم المثال ده ليه؟ لان طول ما انا ماشي حصل اخو صلى الله عليه وسلم يقول الخير فيه وفي امتي. نعم. الى يوم القيامه وانا ماشي بشوف العربيات والسواقين بيتخانقوا مع بعض بطريقه مش كويسه خالص. بس كانت في ما بين الناس يعني مش هي. طيب دي الحاله السلوكيه والاجتماعيه نبذه عن الوضع السياسي اللي انت لمسته بقى على ارض الواقع. لا هو الوضع السياسي دلوقتي انا دلوقتي انا معمى عن اي حاجه. يعني انا ما اقدرش افتي في شيء انا ما اعرفوش. يعني انت عارف فتره السجن احنا كنا فيها كان اللي بره بره واللي جوه جوه وما نعرفش غير ناس عايشه ايه في مطحنه وضنك شديد. وبعد كده سمعنا عن قيام الثوره. هتبقى لحضرتك استبشرنا خير. وطبعا احنا كنا متيقنين الثوره دي استحاله وجودها. استحاله يعني حسن مبارك الله يخرب بيته ما كانش ايه بيدي فرصه لاي حد. ولكن لعل تضيق علينا في السجون اظن فتره حسن مبارك كلها ال 30 سنه انا قضيتهم في السجن. يعني انت لم تتمتع بيوم من الحريه في عهد حسن لا مبارك. لا 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 والله الحمد لله ان ربنا متعني في غير عهده. وربنا نجاني في غير عهده. والله يا اخي سأقص لك شيء. انا احد الاخوه يقول ربنا سبحانه وتعالى يعوضك خير. قلت له ان شاء الله ربنا يعوضني خير وانا عندي ذنوب. انا بشر وعندي ذنوب ومش هلاقي احسن من حسن مبارك اشيله ذنوبي. ايوه حاجه ده على حسنات عنده. مش هلاقي عنده حسنات. حسن مبارك ده عقوبه ربانيه بعيد الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى ما وفقوش حتى ان يعمل ايه اي حاجه يتجامل بيه قدام الله سبحانه وتعالى. تاريخ القبض عليك في 81 كان تاريخ كام؟ كان 16/11/81. 81 خروج يعني كان حسبتها الفتره الزمنيه بالسنين والايام. بالسنين والايام. الله يسامحه الشيخ نبيل المغربي وكان بيعيد بقى احنا فات عندنا كام عيد واحنا قاعدين بعد قيام الثوره. فبعدين بقول له يا ابو عبد الرحمن انسى بقى فاضل لنا كام عيد واحنا يومين عايشينهم في الدنيا وهنخلص. كان ليك مقوله في السجن بتقول يعني لنا الزنزانه دي بعتبرها مقبره السجن او يعني التربه بتاعتي. التربه بتاعتي خلاص هنعمل ايه؟ هنروح فين تاني؟ يعني كان الفتره دي ما كانش فيه. هو سبحان الله الحمد لله كل واحد بيقول لك ايه الفرق بين التربه دي والتربه الحقيقيه؟ ان الواحد في التربه دي حي بيذكر الله. التربه الحقيقيه هيموت. طب هناخد فاصل